حبايب قلبي طلاب بريب 3، النهارده باذن الله هنتكلم على اخر او السيشن اللي قبل الاخير بالنسبه للالجبرا معانا. وسيشن النهارده بيتكلم على مالتيبلاينج اند ديفايدنج فراكشنز. وبنهايه درسنا النهارده باذن الله هيكون فاضل لنا فيديو واحد بس. الفيديو ده باذن الله هنتعامل معاه وهنشرحه عادي جدا. يبقى كده انت خلصت منهج الالجبرا بالكامل، ونخش بقى يا باشا على الفاينل ريفيجن اللي انت متعود مني كل مرة الوضع بيكون عامل ازاي. بإذن الله حبايبي كل الناس تكون لازم مسجلة في اللينك اللي موجود على اول الفيديو ده عشان خاطر تحصل على الفاينل ريفيجن، الشيت بتاع الفاينل ريفيجن، وده طبعا فور فري مجانا. الناس اللي سجلت مرة خلاص كده كده الاسيستنت هتتواصل معاها. يعني انا عايز بس اطمن كل الناس اللي سجلت، انت سجلت مرة في اللينك ده خلاص ما تسجلش تاني يعني. طيب تعالوا بينا بقى مع بعض حبايبي نتكلم على درس النهاردة. بص يا حبيبي، درس النهاردة هو مشابه بنسبة كبيرة جدا من الليسون اللي فات، ولكن انت لما تجيب الدومين بصفة عامة للديفايد بيختلف حاجة صغننة خالص هقولك عليها. غير كده الامور ان شاء الله هتبقى سهلة جدا معانا. بص يا حبيبي، احنا حتى الموضوع مش محتاج شرح، هو تكات معانا كده بس اللي انا اقولها لك، لان هو ده مشابه بنسبة كبيرة جدا من الليسون اللي فات. بص يا حبيبي، السؤال اللي قدامك ده انا برضو عايز الدومين وعايز السامبلست فورم. فانا هنا دلوقتي معايا ان ال nx equal هشتغل عادي خالص، اللي فوق زي ما احنا متعودين ينفع ياخد الاكس از ا كومن، ده ديفايدد ده هيدينا اكس، ده ديفايدد ده هيدينا هيبقى بلس 5، وده لما اعمل له فاكتورايزيشن هيبقى عباره عن اكس بلس 3 واكس ماينس ال2. كلنا عارفين الكلام ده كويس. هنا بقى المره دي مش بلس، يعني مش بلس او ماينس، لا يا عم هنا ملتبلاي. طب وايه المشكله؟ عادي يا باشا ولا يهمني خالص. الدينومينيتور ده ديفرنس بين تو سكويرز فينقسم لإكس ماينس 5 وإكس بلس 5. طب ما حلو جدا، اللي فوق ده مستر ده فاكتورايزيشن برضو سهل قوي، فينقسم لإكس وإكس وماينس وماينس و5 و2 يا حبيب قلبي بالشكل ده. أرجع وأقول لك قبل ما أجيب السامبلست فورم لازم أجيب الدومين. يعني هنا يا حبيبي أنت لازم تجيب لي الدومين الأول. فالدومين هنا يا مستر هيبقى عبارة عن R difference، اعكس دي تبقى ب 3، اعكس دي تبقى 2، اعكس دي تبقى 5، اعكس دي تبقى negative 5. بس يا باشا خلاص، يبقى ده كده الدومين بتاعك. الموضوع هنا ايه الجديد فيه بقى؟ ان انا لما اجي اعمل simplest form هقول لك دلوقتي الاختلاف معايا هيبقى عامل ازاي. الاختلاف معايا ان انا ينفع اختصر x minus 2 اللي هنا مش مع اللي فوقيها، لا مع النيوميريتور التاني اللي هناك خالص اللي هو ده. اها يا ابن اللذينة، يعني انا هنا كله داخل في بعض، انا بعتبر كل ده دينوميريتور واحد وبعتبر كل ده كده نيوميريتور واحد. في حالة الملتبلاي والديفايد ينفع اختصر حاجة في الدينوميريتور الاولاني مع النيوميريتور التاني، او مع النيوميريتور الاولاني عادي خالص. فهي دي كل الموضوع، ان هم كلهم مرتبطين شبكه واحده في بعض كده، مش زي موضوع البلس لازم تتعامل نيوميريتور ودينوميريتور ونيوميريتور ودينوميريتور لوحدهم، ما ينفعش كله يخش في بعض، لا كل فراكشن لوحده. هنا بقى كله داخل في بعض، كل ده اعتبره دينوميريتور واحد، كل ده اعتبره نيوميريتور واحد بس. فانا برضو حبيبي هلاقي اكس ماينس 5 من هنا مع اكس ماينس 5 من هنا. ايه ده؟ بص بقى ركز معايا، اكس بلس 5 مع اكس بلس 5 اللي هنا. ايه يا ابن اللعيبه، هنا مش هيبقى لينا حاجه، يبقى اصلا 1. انا قلت لك دي قبل كده، يبقى خلي بالك. يبقى مستر ان اكس هتبقى عباره عن ايكوالز، من فوق هيبقى مستر اكس ومن تحت هنا هيبقى اكس بلس 3. اما هنا مش هيتبقى ليك حاجه اصلا، يبقى كاني بعمل ملتبلاي 1، واي حاجه في العالم باي 1 بنفس الحاجه اللي هي اسمها اكس ثم هنا اكس بلس 3. يجي طالب الذكاء بتاعه خارج برضه يقول لها مستر، اقول له نعم يا حبيبي، اكس هتشال مع اكس. اقول له برافو عليك حبيبي ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ غلط يا بابا. ليه؟ لان انا قلت مليون مره ان دي بلس ما ينفعش تختصر دي مع دي، لكن لو كانت ملتبلاي ينفع تختصر دي مع دي.
قلتها 70,000 مرة الموضوع ده. طيب إذن دي خلاص يا مستر أقصى simplest form، ويبقى أنا كده حليت السؤال بكل تفاصيله، جبنا الدومين وجبنا simplest form. كمان example عشان نفهم الموضوع أكتر. دلوقتي يا مستر احنا دلوقتي معانا ان ال nx الموضوع ده يا مستر بيبقى equals، ركز لي بقى معايا كده والوضع ماشي معانا ازاي. x باور 2 ماينس x، الاتنين ينفع اخد منهم x as a common، ده divided ده هيدينا x، الماينس هتنزل ماينس، ده divided ده هيدينا 1. طيب اللي تحت ده يا مستر ينفع اخد منه برضو x as a common، فيبقى لنا هنا يا مستر x وهنا مستر بلس 2. كلنا بنعرف نعمل ده بشكل كويس جدا، الكلام ده كده ملتبلاي. ركز لي بقى كده، اللي فوق ده ديفرنس بين تو سكويرز فينقسم لاكس ماينس ال2 واكس بلس ال2، حلو، وده ديفرنس بين تو سكويرز برضو هينقسم لاكس ماينس 1 واكس بلس 1. قبل ما اجيب السامبلست فورم لازم اجيب الدومين، يبقى الدومين يا مستر بتاعي equals r difference x واقفة لوحدها، يبقى مينفعش نحط مكانها زيرو. هنا اعكس دي تبقى negative 2، اعكس دي تبقى 1، اعكس دي تبقى negative 1. حلو جدا الكلام ده. دلوقتي يا مستر لما نيجي نشتغل على الموضوع ده هلاقينا ايه؟ هلاقي يا مستر ان الـ x راحت مع الـ x يا عم، والـ x plus 2 اللي من هنا راحت مع الـ x plus 2 اللي من هنا، والاكس ماينس 1 اللي من هنا راحت مع اكس ماينس 1 من هنا، وبالتالي هنا يا حبيبي ان ال ان اكس هنا ايكوالز ده طبعا ب 1 1 باي اي حاجه بنفس الحاجه، وبالتالي هيتبقى لينا هنا اكس ماينس ال2 وهيتبقى لينا هنا اكس بلس 1. يبقى انا مستر حليت السؤال بكل التفاصيل بتاعته. طب ده شيء حلو قوي يا مستر. نخش بعد كده على الجزء اللي بعده، وركز لي في الحته اللي هو طالبها منك دي. دلوقتي يا مستر احنا عايزين عادي خالص الدومين والان اوف اكس بصوره طبيعيه بدون اي مشاكل، بمعنى ان انا هشتغل عادي جدا يا بابا، بس هو سالني في الاخر هنا حته معينه انا هقول لك عليها حالا. دلوقتي يا مستر ايه ده يا مستر؟ خلي بالك ان اكس هنا ايكوالز ده ديفرنس بين تو كيوبس، ديفرنس بين two cubes، فكان بيتعمل يا مستر براكت صغير وبراكت كبير. الكيوب روت للاكس باور 3 هيدينا اكس، الماينس هتنزل ماينس، والكيوب روت للايت هتدينا 2 يا حبيب قلبي. البراكت الكبير ده بقى كنا بنجيبه ازاي يا بابا؟ افكرك، فيرست باي فيرست هيدينا اكس باور 2، دي ماينس هتتعكس تبقى بلس، فيرست باي سكند هيدينا هنا مستر 2x، ثم سكند باي سكند هيدينا هنا بلس 4. بس دي طريقه الفك بتاعتي. الدينومينيتور ده هيتعمل فاكتورايزيشن بالكالكوليتر، حليناه بتاع 7000 مره قبل كده باستخدام الكالكوليتر. الماينس هتبقى واحده ماينس واحده بلس، ودي يا مستر 5 ودي 2. طيب مالتبلاي، ركز لي بقى هنا حبيبي، ده نيوميريتور ينفع اخد منه ال 2 از ا كومن، ده ديفايدد ده هيدينا اكس، وده divided ده هيدينا 3. بص بقى يا حبيب قلبي، البراكت ده هو شبه البراكت ده بالظبط. تعرف على طول انك من غير ما تتعب نفسك لو لقيت براكت شبه البراكت الكبير بتاع الفاكتورايزيشن بين تو كيوبس او سم اوف تو كيوبس، تعرف على طول ان هو ملوش فاكتورايز. يعني انت لو ده عملته اصلا على الكالكوليتر مش هيديك اجابه، هيديك حاجه اسمها بالاي. لما تطلع معايا ان شاء الله اولى ثانوي هفهمك يعني ايه اي اللي بتظهر لك على الكالكوليتر دي. يعني جرب كده اكتب ده على الكالكوليتر هيظهر لك ان الاجابه بتاعتك بالاي، حاجه اسمها ايماجينري. فلما تطلع معايا اولى ثانوي ان شاء الله هقول لك ده بالتفصيل يعني. بس خلينا في موضوعنا ده يا حبيبي، ده البراكت ده نفس البراكت ده بالظبط. تعرف على طول ان البراكت الكبير بتاع ديفرنس او سم اوف تو كيوبس ملوش فاكتورايزيشن، ما ينفعش اصلا اشتغل معاه، هيفضل زي ما هو مش هعمل فيه حاجه خالص. فاللي انا عايز اقوله ان ده هيفضل زي ما هو، اللي هو اكس باور 2 بلس ال 2 اكس بلس ال 4 كله كده على بعض بالشكل ده. قبل ما اجيب الدومين او قبل ما اجيب سامبلست فورم لازم اجيب الدومين. الدومين بتاعي هنا مستر هيبقى عبارة عن R difference، اعكس دي
تبقى مستر بتو. اعكس دي تبقى نيجاتيف 5. خلي بالك ده مالوش ان انا اكتب معاه حاجة، يعني اي قيمة هنا هتحطها مكان الاكس ينفع يديك ريزلت، ده بصفة عامة مالوش فاكتوريزيشن، فبالتالي مالوش قيم للاكس، وبالتالي ده اكني مش باخدش بالي منه اصلا، اكنه مش موجود. فخلاص هو القيمة اللي تنفعش معايا هي ب2 ونيجاتيف 5. نبدأ بقى مستر نختصر، هلاقي ايه بقى يا حبيب قلب المستر؟ هلاقي ان x minus 2 مع x minus 2 مع السلامة، هلاقي البراكت الكبير ده مع البراكت الكبير ده مع السلامة. خلاص يبقى انت معاك هنا ان ال n x بتاعتك، خلي بالك ان انا قلت كل دول بيعتبروا جزء واحد وكل دول جزء واحد، فاللي هيتبقى لنا من فوق حاجة اسمها 2 ومن تحت x plus 3، واللي هيتبقى لنا من تحت الجزء البسيط ده بس اللي هو اسمه x plus 5 بس. يا عم خلاص ده كده اقصى simplest form ممكن ان احنا نشوفه للسؤال ده. لما اجي انا اقول لك اعمل لي او هات لي حاجه اسمها ان نيجاتيف 1 اكس يا حبيبي، يعني اكن بالظبط بقول لك هات لي المالتيبليكاتيف انفرس بتاع الفراكشن ده. يعني لما اجي اقول لك ان نيجاتيف 1 اكس اكني بقول لك يا عم هات لي المالتيبليكاتيف انفرس بتاع الشكل ده، فبالتالي انت بتشقلبه، فبيبقى عباره عن حاجه اسمها اكس بلس 5 تطلع فوق ودي تنزل تحت اللي هي اسمها 2، وهنا اكس بلس 3 بمنتهى البساطه. فلما اقول لك بقى when x equal 1 عندما تكون x ب 1، يعني بيقول لك عوض لي عن قيمه x ب 1 هنا واشتغل، خلاص يا عم اهو يبقى ان نيجاتيف 1 اوف 2، يعني انا هشيل قيمه x واحط مكانها 2، يبقى 2 بلس ال 5 وهنا 2 وهنا 2 بلس ال 3. بس يا باشا احسب الموضوع ده كله بالكالكوليتر وهيديك القيمه تطلع زي ما تطلع بمنتهى البساطه. تعالى بقى يا حبيب قلبي نركز في السؤال ده، لان هو من ضمن الاسئله اللي بتتكرر كتير جدا في الامتحان، وسؤال مهم جدا 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 في الامتحان، تقريبا بيتكرر بنسبه رهيبه في الامتحان. وعلى الرغم من كل اللي انا بقوله ده هو سؤال سهل جدا مش هنقابل فيه اي مشاكل باذن الله. بص يا حبيب قلبي، بيقول يا مستر انا مديك ان اكس، يعني مش مديك حاجه ملتبلاي حاجه او مديك حاجه ماينس حاجه، لا انا بقول لك ان اكس كده وخلاص فراكشن واحد يعني. وبقول لحضرتك اول حاجه هطلبها منك انك تجيب لي ان نيجاتيف 1 اوف نيجاتيف 1. اه تمام. لا اول حاجه بيطلبها مني سوري ان نيجاتيف 1 هاتهولي وهات لي الدومين. طيب بص بقى يا حبيب قلبي وركز معايا، اولا انا هشتغل عادي جدا لو كان في فاكتورايزيشن سواء كان في النيوميريتور او الدينومينيتور، وده اي حد يعرف يعمله على فكره. لكن انت لو جيت ركزت لي هنا انت هتلاقي هنا اكس وهنا اكس وهنا اكس وكلهم فيهم اكس، وبالتالي يبقى انا ينفع اخد الاكس هنا از كومن. هناخد يا مستر الاكس بتاعتي از كومن، ركز لي بقى كده، ده ديفايدد ده هيدينا اكس باور 2، ده ديفايدد ده هيدينا هنا ماينس ال 4 اكس، ثم ده ديفايدد ده هيدينا ماينس 5 بالشكل اللي انت شفته ده كده. ثم يا عم الحاج الاكس باور 2 ماينس 25 ده ديفرنس بتوين 2 سكويرز، فيبقى اكس ماينس 5 ثم اكس بلس 5. لسه ما خلصتش، لان اللي فوق ده ينفع يتعمل له فاكتورايزيشن، وهيتعمل له فاكتورايزيشن بالكالكوليتر عادي خالص، فينقسم لاكس واكس، دي ماينس تبقى واحده ماينس واحده بلس، ثم معايا هنا مستر 5 وهنا 1، وادي يا مستر اكس ماينس ال 5 وادي يا مستر اكس بلس ال 5. بص بقى يا حبيب قلبي، اللي انا هنا عايز اقوله ان في الحاله دي لو انا هجيب الدومين قبل ما هو يسالني اصلا هو عايز ايه، في الحاله دي انا لما اجيب الدومين ال5 والنيجاتيف 5 ما ينفعوش معايا. فركز معايا، في الحاله دي كده دلوقتي ما ينفعش الاكس هنا، يعني في الحاله دي هتبقى ار بخط خفيف كده، ار ديفرنس 5 ونيجاتيف 5 حاليا ما ينفعوش معايا. طب لما انا اجي اقول لك انا عايز ان اوف نيجاتيف 1، ما انا لسه في نفس الشكل، يعني n of negative 1 x، يبقى فيما معناها ان انا هشقلب الاثنين دول مكان بعض، يبقى هنا مستر x minus 5 وهنا مستر x plus 5، ودي تنزل تحت كده مستر، يبقى هنا x وهنا x minus 5 وهنا مستر x plus 1. خلي بالك قبل ما اعمل simplest form لازم اجيب الدومين. فاصبح اللي انا عايز اقوله يا حبيبي لما اجي اجيب الدومين بقى في الحاله دي، ركز لي كده معايا يا حبيبي، هيبقى عباره عن ار ديفرنس، طبعا اكس واقفه لوحدها يبقى الزيرو ما تنفعش،
اعكس دي تبقى 5، اعكس دي تبقى نيجاتيف 1. اللي انا عايز اقوله دول يا باشا كمان معايا يا مستر، ما هو دول كانوا بتوع الفانكشن الاصليه. هقول لك انا لما اجي اجيب الدومين بتاع الان نيجاتيف 1 بتعامل مع المالتيبليكاتيف انفرس والفراكشن الاصلي كمان. هي دي فكره هذا السؤال. يبقى انا يا مستر لما اشتغلت على الدينومينيتور الموضوع ما خلص، لا انا برضو هاخد الارقام المحظوره اللي كانت في السؤال الاصلي من البدايه. الفايف كده كده كتبت مرة. طب والنيجاتيف فايف؟ لا يبقى النيجاتيف فايف برضو يا مستر مش معايا بالوضع اللي قدامنا ده كده. يبقى ده الدومين بتاع الان نيجاتيف 1. طيب ده اولا. ثانيا الراجل بيقول لك انا عايز من حضرتك حاجه بتقول ان نيجاتيف 1 اوف نيجاتيف 1. يا حبيبي ما هو انت اقصى صوره وصلت لها ان نيجاتيف 1 اكس كانت كده، تعال نكتبها، كانت المنظر ده اكس ماينس الفايف اكس بلس الفايف، وهنا عندك اكس اكس ماينس الفايف، وفي هنا اكس بلس الون. حلو جدا الكلام ده. يبقى انا رحت كتبت ده، كتبته هناك، ما عملتش اي حاجه غير كده. طيب انا هنا بقى ينفع اجيب سمبلست فورم؟ طبعا ينفع، همشي دي مع دي. يبقى انت معاك نيجاتيف 1 اكس عباره عن حاجه اسمها اكس بلس الفايف، وهنا اكس وهنا اكس بلس 1. محدش قال لي هختصر اكس مع اكس هيبقى غلط لان دي بلس. انا بقى عايز ان نيجاتيف 1 اوف 1 او اوف نيجاتيف 1. السؤال هنا النيجاتيف 1 بتاعك ده هل هو من ضمن الارقام المحظوره؟ طبعا النيجاتيف 1 ده يا مستر مش معايا، ما ينفعش اشتغل عليه. هنقول له هنا كده is undefined. انما لو جه قال لي اي رقم غير الاربع ارقام دول هقدر اشتغل عليه، اعوض مكان الاكس عادي خالص. طيب الراجل بيقول لك انا عايزك تعوض لي طيب عن قيمه ان نيجاتيف 1 بثيرد. يعني ايه؟ يعني بص يا بابا، الان نيجاتيف 1 دي نفسها لو كان كل ده كده بحاجه اسمها ثيرد، فبيقول لي بقى انا عايز قيمه اكس دي هتبقى بكام؟ ما هو يا حبيبي من فوق اكس بلس 5، ومن تحت لو انا هاجي افكها اكس باي اكس يبقى انت معاك هنا اكس باور 2 ثم اكس باي 1 يبقى بلس اكس. طيب كروس ملتيبيكيشن 1 باي الكلام ده بنفس الكلام ده اللي هو اكس باور 2 بلس الاكس، الكلام ده هنا ايكوالز 3 ملتبلاي اللي قصاده، فيبقى 3 باي اكس ب 3 اكس ثم ال 3 باي 5 يبقى هنا بلس ال 15. الوضع اللي قدامك ده يا حبيب قلبي المفروض ان انا هدخل دي هنا وهدخل دي هنا، يبقى انت اصبح معاك اكس باور 2 بلس الاكس اللي كانوا موجودين هنا، ال 3 اكس هتخش جوه تبقى ماينس 3 اكس، وال 15 هتخش جوه تبقى ماينس 15. الكلام ده هنا ايكوال 0. طيب يبقى انا دلوقتي معايا ايه بقى يا مستر؟ اكس باور 2 ماينس ال 2 اكس ماينس ال 15، الكلام ده هنا ايكوال 0. يبقى قيم اكس هنا المفروض ان هي هتكون عباره عن اكس واكس ماينس وبلس، ادي يا مستر 5 و 3. يبقى انا دلوقتي اكس ماينس 5 ايكوال 0 منها ان قيمه اكس 5، اكس بلس 3 ايكوال 0 منها ان قيمه اكس بنيجاتيف 3. يبقى دول يا مستر قيم الاكس او الفاليو اوف اكس في حاله ان ان نيجاتيف 1 اكس كانت قيمتها بثيرد. صليت على النبي يا سيدي. تعالى بقى دلوقتي يا حبيب قلبي نخش على الجزئيه الثانيه من الدرس اللي هي بتتكلم على الديفايد فراكشنز. هو ايه اختلاف الحته دي عن الحته اللي فاتت؟ هو السؤال بتاع الديفايد على فكره انت هتحوله اصلا لمالتبلاي، وبعد كده هقول لك على حته صغننه جدا هي الفرق ما بينها وما بين المالتبلاي. تعالى يا سيدي ركز معايا. اولا يا مستر بص يا حبيبي، اولا احنا معانا ان ال ان اكس ايكوالز اللي فوق ده لما اجي اشتغل عليه هيبقى عباره عن اكس واكس ماينس وبلس 5 و 3 ماشي، واللي تحت ده ديفرنس بين تو سكويرز اكس ماينس 3 اكس بلس 3 برضه ماشي. ديفايد زي ما هي دلوقتي هقول لك هنعمل فيها ايه حالا، وانت معاك هنا 2 هاخدها از ا كومن، ده ديفايد ده هيدينا اكس، الماينس هتنزل، ده ديفايد ده هيدينا 5. الوضع اللي قدام حضرتك ده خلي بالك هيبقى كالاتي، اكس باور 2 هتنقسم لاكس واكس
ثم دي بلس يبقوا الاثنين زائد اللي في النص ماينس وماينس، وهلاقي دي عباره عن 3 و 3. خلي بالك ان الوضع ده انت لو جيت عملته باستخدام الكالكوليتر هيدينا قيمه واحده بس. فلما يدينا قيمه واحده بس، بص يا حبيبي يعني الوضع ده كده، لو انا جيت اشتغلت على الكالكوليتر هيقول لك ان الاكس ب 3. طب ما دي لو دخلت جوه يبقى انت معاك اكس ماينس 3. تعرف على طول ان دي اصلا باور 2، كانت حاجه اسمها بيرفكت سكوير. حتى زمان كنت بقول لك انه لو الوضع اللي قدامك ده او انت عملت فاكتوريزيشن بالكالكوليتر طلع لك قيمه واحده بس، تعرف على طول على طول انه الحاجه اللي قدامك دي بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير يبقى معناها براكت باور 2، يبقى دي عباره عن 2 براكتس تايم بعض بالشكل ده. طيب ده اولا. ثانيا انا ما بتعاملش مع الديفايد، انا بتعامل مع الملتبلاي. بمعنى يا حبيبي ان انت هتقول له ان اكس ايكوالز الفراكشن الاولاني ده مستر زي ما هو، اللي هو اكس ماينس الفايف واكس بلس 3، وهنا مستر اكس بلس 3 وهنا اكس ماينس 3. بس في نقطه بقى عايز اقول لك عليها. زمان لما كان مثلا معانا يا حبيبي بقول لك ان انا عايز اعمل 15 اوفر 3 ديفايدد مثلا 5 اوفر 6، كنا بنقول زمان ان احنا بنثبت الفراكشن الاولاني ونعمل ملتبلاي بعد كده نشقلب الفراكشن الثاني. دي حته من زمان قوي كنا واخدينها. نفس الحته دي هعملها هنا، ان الديفايد دي هحولها للملتبلاي وبعد كده اشقلب اللي بعد الديفايد. يعني اللي تحت ده يطلع فوق، يبقى انت معاك هنا اكس ماينس 3 واكس ماينس 3، واللي فوق ده ينزل تحت، يبقى انت معاك هنا 2 وهنا اكس ماينس 5. اللي انا بقى عايز اقوله يا حبيب قلبي ان الموضوع هنا، او انت لما تيجي تجيب الدومين هنا بتتعامل مع حته زياده مش زي الملتبلاي. انا هنا هتعامل مع الدينومينيتور الاولاني وهتعامل مع الدينومينيتور الثاني وهتعامل مع النيوميريتور الثاني، لان النيوميريتور ده كان اصله دينومينيتور في الديفايد، فاكن دول ما كانوش ينفعوا معايا برضو. فانا هتعامل مع الثلاث حاجات دول. فانا لما اجي اجيب الدومين زي ما انا قلت لك لازم اتعامل مع الثلاث حاجات دول يا حبيبي. طبعا ار ديفرنس اعكس دي تبقى ب 3، اعكس دي نيجاتيف 3. التو طبعا ما حدش يقول بزيرو لان دي مش اكس، دي ملهاش لازمه اصلا. طب اعكس دي تبقى 5، اطلع فوق اعكس دي تبقى 3، 3 كتبت اعكس دي تبقى 3، 3 كتبت خلاص. اوكي يعني انا ما استخدمتش ده دلوقتي، بس في بعض المسائل هستخدم ان انا اطلع حاجات من هنا. فالمهم ده الدومين بتاعي. انا يا مستر لما اجي اجيب السامبلست فورم بتاعتي هلاقي ان اكس بلس 3 مع اكس بلس 3، هلاقي اكس ماينس 5 من هنا مع اكس ماينس 5 من هنا، هلاقي اكس ماينس 3 مع اكس ماينس 3. في الاخر خالص بقى يا مستر هلاقي ان الان اكس بتاعتي من فوق هيتبقى لينا اكس ماينس 3 ومن تحت هيتبقى لينا 2. دي خلاص اقصى سمبلست فورم بالنسبه لهذا السؤال. ناخد مع بعض اكزامبل تاني. فايند ان اكس ان ذا سمبلست فورم، وبرده يا مستر انا عايز الدومين. طيب بص يا مستر، اول حاجه حبيبي انا هعمل فاكتورايزيشن عادي خالص. يعني الان اكس ايكوالز، بص بقى كده ركز لي معايا، اللي فوق ده المفروض ان هو هينقسم لاكس واكس، ودي بلس يبقوا ماينس وماينس و2 7 بالشكل ده. والدينومينيتور ده لما اجي اشتغل عليه بالكالكوليتر هيبقى عباره عن اكس ماينس ال5 مره ثم اكس بلس 1 مره بالشكل اللي قدام حضرتك ده. وادي يا عم الديفايد زي ما هي اهي، وادي البراكت الصغير والبراكت الكبير، ده الكيوب روت للاكس باور 3 هيبقى ادينا اكس، الماينس هتنزل، الكيوب روت للايت هيدينا 2. براكت الكبير ده بقى فيرست باي فيرست هيدينا اكس باور 2، الماينس هتتقلب تبقى بلس، ثم الفيرست باي سكند بس اللي هو اكس باي 2 يبقى مستر 2 اكس، ثم سكند باي سكند اللي هو بلس 4. وادي يا عم ده لقيته ان البراكت ده هو نفس ده، تعرف على طول ان ده ملوش فاكتورايزيشن، اكس باور 2 بلس ال 2 اكس بلس ال 4 يا باشا. انا ما بتعاملش مع الديفايد. يعني يا باشا الان اكس بتاعتك هنا ايكوالز البراكت الاولاني ده كده زي ما هو، وهنعكس بقى مستر دي اولا تبقى بالمالتبلاي، الدينومينيتور يطلع فوق يبقى كده، وده يروح نازل تحت. طيب دلوقتي يا مستر قبل ما اجيب السامبلست فورم لازم اجيب الدومين. فالدومين بتاعي هيبقى ار ديفرنس
اعكس دي تبقى 5، اعكس دي تبقى نيجاتيف 1، اعكس دي تبقى 2. دي بقى خلي بالك انا بتعامل هنا وبتعامل هنا وبتعامل هنا. البراكت الكبير بتاع الديفرنس او السم اوف تو كيوبس بعتبره اكنه مش موجود في حاله ان انا بجيب الدومين، لان ده ملوش اجابه، ده ملوش اي اجابه خالص سواء ده او ده. فخلاص خلاص انا وقف لحد هنا، ده يا باشا الجزء بتاعي. هنبدا بقى يا مستر نجيب السامبلست فورم بتاعنا. هلاقي ايه بقى يا باشا؟ هلاقي البراكت ده مع البراكت ده مع السلامه، هلاقي اكس ماينس 2 مع اكس ماينس 2 مع السلامه، ما اقدرش اختصر اي حاجه تاني. فيبقى انا معايا هنا مستر ال ان اكس بتاعتي ايكوالز، بص بقى ركز لي معايا، من فوق هيتبقى لينا اكس ماينس 7 ومن تحت هيتبقى لينا اكس ماينس 5، وهنا لازق جنبه اكس بلس 1. بس يا باشا خلاص، يبقى الوضع اللي قدام حضرتك ده هو اللي المفروض اتعامل معاه. الوضع اللي قدامي ده يا مستر، الراجل بيقول لي انا عايز منك حاجه اسمها ان اوف 2 قبل ما اعوض، تعال هنا، ينفع اتعامل مع 2 اطلاقا؟ يبقى دي يا مستر از undefined. عايز ان اوف 3، تعال لي يا عم هنا، في هنا 3؟ لا مفيش، خلاص يبقى دول الارقام المحظوره مش من ضمنهم 3، خلاص ينفع اتعامل واجيب ان اوف 3. شيل الاكس يا عم وحط مكانها 3، يبقى 3 ماينس 7 وهنا مستر 3 ماينس 5 جنبها هنا 3 بلس 1. بس يا باشا هيطلع الناتج، يطلع زي ما يطلع بالنسبه للسؤال ده. الاكزامبل اللي بعده يا شباب بيقول لي هنا ايه؟ انا عايز اتعامل مع الموضوع نفس القصه، اللعبه اتفهمت خلاص. اللي فوق دي لسه عاملينها بتاع 7000 مره، اكس ماينس ال 2 يعني هنعملها باور 2 تبقى اكس باور 2، اكس دي تبقى بلس، الفيرست باي سكند يبقى 2 اكس، سكند باي سكند يبقى بلس 4. واللي تحت دي برضو عملناها كتير، اكس واكس بلس وماينس 3 و 2 هيبقوا بالشكل ده. طبعا انا بعمل دي سريعا ليه يا شباب؟ لان احنا عملناها كتير جدا بالكالكوليتر قبل كده. الديفايد زي ما هي دلوقتي، البراكت ده ده شبه ده بالظبط، فده ملوش فاكتوريزيشن، اكس باور 2 بلس 2 اكس بلس 4، ولو جيت جربت برضه بالكالكوليتر هيديك حاجه اسمها ايماجيناري. هناخد هنا 3 از ا كومن، ده ديفايد ده هيدينا اكس بلس، هتنزل ده ديفايد ده هيدينا 3. طيب قبل اما اعمل او قبل ما اجيب الدومين برضه، انا ما بتعملش مع الديفايد. فراكشن الاولاني زي ما هو، ثم الفراكشن او الدينومينيتور ده الديفايد تبقى ملتبلاي، طلع دي فوق تبقى 3 وجنبها اكس بلس 3، نزل لي دي تحت بالشكل ده كده. قلت لك قبل كده يا باشا ان لما اجي اجيب الدومين انا بتعامل مع ده وبتعامل مع ده وبتعامل مع ده، الثلاثه دول. يبقى الدومين هنا هيبقى ار ديفرنس، ار ديفرنس مين؟ اعكس دي تبقى 3، اعكس دي تبقى 2. هنا ده ما بتعملش معاه اصلا، اعكس دي تبقى نيجاتيف 3، سوري هي دي كانت نيجاتيف 3، يبقى عكسنا دي بقت نيجاتيف 3، عكسنا دي بقت 2، هنا عكسنا دي بقت نيجاتيف 3 اللي هي اصلا مكتوبه. فخلاص هما دول بس يا باشا. طيب الوضع اللي قدام حضرتك ده انا عايز اجيب سمبلست فورم، فهلاقي البراكت ده راح مع البراكت ده، هلاقي البراكت ده راح مع البراكت ده، هلاقي البراكت ده راح مع البراكت ده. ايه ده؟ امال هو بقى لي ايه؟ بقى لك 3 بس. خلاص يبقى انا مستر ان اكس بتاعتي هنا في السؤال ده لما كله اختصرناه مع كله بقى لك هنا 3 بس، يبقى دي ساعتها مستر الريزلت. الجزء اللي بعد كده حبايبي تعال نشوف مع بعض بيتكلم على ايه. المفروض يا مستر ان لما انا معايا ان اكس، يبقى ان اكس هنا ايكوالز ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، فينقسم اكس ماينس 3 اكس بلس 3. جميل، هنا انا ينفع اخد الاكس از ا كومن، ده ديفايدد ده هيدينا 2 اكس، ده ديفايدد ده يبقى بلس 3. جميل، الديفايد زي ما هي. اللي فوق ده يا مستر لما اجي اعمله فاكتورايزيشن، نقطه خطيره جدا، الناس هتعمل على طول بالكالكوليتر كده، تحط 3 6 45 تشتغل على طول بالكالكوليتر. غلط،
انا قلت مليون مرة ان قبل ما تشتغل كالكوليتر اصلا لازم تشوف الارقام دي ينفع تاخد منها as a common ولا لا. تعالى 3 و 6 و 45 كلهم في تيبل 3، يبقى انا يا مستر دي لو انا جيت خدت 3 هنا as a common يا حبيب قلبي مهمة جدا ال 3 دي، هيدينا هنا x power 2 ثم plus ال 2x ثم مستر minus ال 15، بحيث لما انا اجي اعمل ده باي ده يدينا ده، ده باي ده يدينا اللي في النص، ده باي ده يدينا اللي في الاخر. يبقى انا هتعامل مع ده يا باشا، يبقى فينا معاك 3 اولا ثم في 2 براكتس بعدها. لما جينا عملنا فاكتورايزيشن هنا اكس واكس، واحده ماينس واحده بلس، ال 15 دي يا حبيبي هلاقي عباره عن 5 باي 3 بالشكل اللي قدامنا ده كده، وده خلي بالك ديفرنس بين تو سكويرز اصلا. يعني بص يا حبيبي 4x باور 2 ده هتنقسم ل 2x و 2x، دي ماينس تبقى واحده ماينس واحده بلس، وال 9 دي هتنقسم ل 3 و 3 بالشكل اللي قدام حضرتك ده. دلوقتي يا مستر انا ما بتعاملش مع الديفايد، اما انا بتعامل مع مين؟ انا بتعامل مع الملتبلاي. يبقى انا يا مستر معايا اكس ماينس 3 وفي هنا اكس بلس 3 وفي هنا اكس وفي هنا 2x بلس ال 3، الديفايد هتتقلب ملتبلاي، طلع دي فوق 2x ماينس 3 2x بلس 3، نزل دي تحت x ماينس 3 x بلس 5. مستر قبل ما اجيب السمبلست فورم لازم اجيب الدومين. طب خلي بالك الدومين هنا انا هتعامل مع ده وهتعامل مع ده وهتعامل مع ده زي ما انا معلمك دلوقتي. يبقى مستر ار ديفرنس الزيرو واقفه لوحدها يبقى مكانها زيرو، ما ينفعش ان احنا نحط مكانها زيرو. الوضع ده لما انا اجي احله اصلا باستخدام الكالكوليتر، او لما انا اجي اقول ان الكلام ده ايكوال زيرو، هيطلع لك ان قيمه اكس نيجاتيف 3 اوفر 2. لما اقول ان البراكت ده ايكوال 0 يا شباب وحلو على ايت ايكويشن، هيطلع لك الاكس بكذا. طيب دي 3 مالكش دعوه بيها طبعا، ما ينفعش واحد يقول لي مكانها بزيرو يعني. اعكس دي تبقى 3. طيب اعكس دي تبقى نيجاتيف 5، اطلع لي فوق. لما اتعامل انا بقى مع دي يا باشا اللي هو البراكت ده، هلاقي الاجابه بتاعتك ب 3 اوفر 2 يا بابا، ودي بنيجاتيف 3 اوفر 2 كتبت مره خلاص. يبقى يا حبيب قلبي زي ما انت شايف كده، انا هنا طلعت حاجه من هنا ومن هنا ومن هنا زي ما انت شايف كده، ده الدومين بتاع حضرتك. طيب لما انا اجي اتعامل سمبلست فورم هلاقي انه الاكس بلس او الاكس ماينس 3 مع اكس ماينس 3، هلاقي ان 2x بلس 3 مع 2x بلس 3، ده اقصى حاجه خلاص ممكن اختصرها هنا. يبقى دلوقتي الان اكس بتاعتك من فوق هيتبقى لنا اكس بلس 3 وجنبها البراكت ده اللي هو x ماينس او ال 2x ماينس ال 3. الدينومينيتور بقى هيبقى فيه هنا x وفي هنا 3، يعني هنا 3 وهنا x، خلاص يبقوا 3x. يبقى انا مستر 3x، والبراكت بتاعك ده اللي هو مين؟ x بلس ال 5. x بلس ال 5 بس يا باشا. الوضع اللي قدامك ده، ده كده اقصى سمبلست فورم انت ممكن توصل له على الاطلاق. خلي بالك انت ممكن برضو ممكن تسيبولي كده او ممكن تفكه. ليه؟ لان ده هيبقى لا ممكن ما يتفكش الحاجة خلاص، هو ده اقصى سمبلست فورم، يبقى ده كده اقصى سمبلست فورم معانا. طيب كده يا شباب تقريبا احنا خلصنا كل حاجة في الدرس. سريعا بقى مثلا يجي يقول لك ايه الفراكشن قدامك ده هاز ملتبليكيتيف انفرس ان ذا دومين، يعني بيحتوي على ملتبليكيتيف انفرس، ينفع انه يتقال عليه ليه ملتبليكيتيف انفرس لو كان الدومين بكام. يعني الدومين هنا ما ينفعش يبقى بكام، او الدومين هنا يا باشا ار ديفرنس كام بصفه عامه. بص يا حبيبي هو ده فراكشن، هو بيقول لك عنده ملتبليكيتيف انفرس، يعني ينفع يكون ليه ملتبليكيتيف انفرس صح. ده ينفع امتى؟ لو كان الدينومينيتور ده ما ينفعش يبقى بزيرو، يعني ده ما ينفعش يبقى بزيرو خالص، فعلى اساسها هنقول له مستر الاجابه هنا ار ديفرنس زيرو. طيب الفراكشن اللي قدامك ده بيقول لك الدومين بتاع ان نيجاتيف 1، وانا قلت لك قبل كده يا حبيبي ان اوف نيجاتيف 1 ده يبقى انا بتعامل فوق وتحت. انا بتعامل فوق وتحت، اولا انا لما اجي اجيب ان نيجاتيف 1 للاكس طلع دي فوق يبقى 5x، نزل لي دي تحت تبقى x باور 2 ماينس ال 5x بلس 6. فلما اجي اتعامل مع ده هيبقى 5x من فوق عادي خالص، وده فاكتورايزيشن x و x
ودي بلس تبقى ماينس ماينس ودي 3 و 2. ان نيجاتيف 1 لما اجي اجيب لها الدومين لازم اتعامل فوق وتحت يا باشا، ودي قلت عليها مهمه جدا. يبقى يا مستر هتعامل فوق وتحت برضو، يعني هنا ار ديفرنس فوق هنا ما ينفعش يبقى زيرو. لما انا اجي اتعامل ال 5 اكس كلها على بعض بزيرو، يبقى الاكس هنا ما ينفعش تبقى بزيرو. هنا اعكس دي تبقى 3، هنا اعكس دي تبقى 2. خلاص يبقى دول الارقام بتاعتك يا حبيب قلبي، ار ديفرنس 0 و2 و3 اللي هو ده. هنا برضو يا حبيب قلبي الوضع اللي قدامك ده بيقول لك انا عايز اف نيجاتيف 1 اوف 2. دي سهله جدا ملهاش علاقه بالدومين اصلا. انت والله اف اكس بكذا، فبالتالي اف نيجاتيف 1 اكس هتبقى كده اكس بلس 1 اوفر الاكس ماينس 2. انا بقى عم بقول لك انا عايز اف اوف نيجاتيف 1 2، خلاص عوضها عن قيمه اكس ب 2 في الوضع ده. انا هنا بقى ما ملوش علاقه بالدومين ولا حاجه. يعني الدومين بتاع الجبريك فراكشن ايكوال الدومين اوف اتس نقط انفرس. الدومين بتاع اديتيف انفرس. يعني هو بيقول لك ايه؟ الدومين بتاع الفراكشن العادي ايكوال نفس الدومين بتاع الاديتيف انفرس، لكن الدومين بتاع الفراكشن العادي المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه الدومين بتاع ده مش زي ده خالص. لكن امتى يكونوا زي بعض؟ الفراكشن والاديتيف انفرس بتاعه، الدومين هنا نفس الدومين هنا. طيب حلو قوي. الفراكشن اللي قدامك ده بيقول لك هاز مالتيبليكاتيف انفرس زن الدومين هنا بتاع الان ايكوال نقط. خلي بالك انا قلت لك الدومين بتاع الان، ما قلتلكش ان اوف نيجاتيف 1. خلاص يبقى انا هتعمل تحت بس. يبقى الدومين هنا يا مستر هيبقى عباره عن حاجه اسمها ار ديفرنس 2. كده حبايبي نكون خلصنا كل حاجه في الدرس ده. هيتبقى ليك معايا سيشن واحد بس ومنهج الالجبرا بالكامل هيكون خلص. اشوفكم على خير ان شاء الله حبايبي الفتره الجايه، وزي ما انتم متعودين هننتظر مع بعض اقوى فاينل ريفيجن على الاطلاق. كل التوفيق لكم ان شاء الله. السلام عليكم.